11 من أغسطس آب بذكرى استقلال البلاد، وتمر الذكرى 75 هذا العام في ظل متغيرات محلية ودولية كبيرة. 14 من آب أغسطس، احتفالات تتجدد كل عام، تخفق فيها الرايات وتصدح الأناشيد الوطنية في ذكرى انفصال باكستان عن الهند واستقلالها عن الاحتلال البريطاني عام 1947 على يد المؤسس محمد علي جناح. في ذكرى الاستقلال نصنع الحلوى ونخرج مع أبنائنا إلى الشوارع ونرفرف بالأعلام ونغني الأهازيج ونعلم أبنائنا قيمة هذا اليوم العظيم الذي تحرر فيه شعبنا. يحتفل الباكستانيون بذكرى الاستقلال هذا العام، بينما لا يزال هذا العداد يحسب الدقائق والثواني التي مرت منذ حصار كشمير الأخير قبل أكثر من عامين. كشمير التي ظلت منذ الاستقلال إقليما متنازعا عليه بين الهند وباكستان، وتدعي كل من الدولتين أحقيتها به، وبعد ثلاثة حروب لم تستطع أي منهما حسم السيطرة الكاملة عليه، بينما ظل الموقف من كشمير ميزانا حساسا للعلاقات الباكستانية مع المجتمع الدولي. في مثل هذه المناسبة يريد الكشميريون من باكستان أن تكون على قدر المأساة في كشمير، وأن تعلي صوت القضية، وأن تسعى لتحرير السجناء الكشميريين في خطوة أولى لمنح الكشميريين حق تقرير مصيرهم. تعود هذه الذكرى على باكستان في هذا العام، وقد انتقلت التحالفات الباكستانية الاستراتيجية من المحور الأمريكي إلى المحور الصيني بعد أن أوشك الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يكتمل، وسيطرت حركة طالبان على مساحات شاسعة من البلاد التي أكملت باكستان بناء سياج حدودي معها مثبتة حدود الأمر الواقع بين البلدين. بعد 74 عاما على قيامها، تقول باكستان إنها تسعى جاهدة لأن تتوج استقلالها باستقلال اقتصادها وقرارها السياسي عن الإملاءات الأمريكية، ولأن تؤسس علاقات جوار أكثر ودية. مرا هلال العربي، إسلام آباد. عماني مرة على